اهلا بكم ومرحبا في حلقه جديده من برنامجكم طبخ ونص. والنهارده هنعمل حاجه انتيكه لطيفه قوي. وهنعمل ايه؟ هنعمل بطاطس مشويه في الفرن بالفراخ والتفاح. اوكي، ومعانا مقدرنا، معانا صدر فرخه ممكن يكون مسلوق ربعتين سلقه كده، وشويه ثوم مهروس، ومعايا تفاح، ومعايا بطاطس ربع سلقه برضو، عشان هقول لكم ليه واحنا بنشتغل، هقول لكم ليه ربع سلقه. ومعايا طماطم تشيري، ومعايا دي بقى شغل سلطه، والتفاح وليمون وسكر وريحان. الريسبي دي لها اكتر من طريقه تتعمل بيها. يعني انا لما عملتها ببطاطس دايموند اللي هي بتبقى مدوره كده، اللي بتعمل منها جاك بوتيتوز، اللي هي بطاطس اللي بتبقى بيكت في الفرن، يعني او مخبوزه في الفرن، بتبقى مدوره. ليه مدوره؟ علشان لما اجي احط عليها شريحه الاخضر الحلو ده، التفاح او احمر حسب ما انتم بتحبوا المزازه ولا لا، دي بتاعتكم، تبقى في النص، يبقى على النص كده راسيه على الفراخ اللي محطوطه فوق البطاطس. والبطاطس لما بتبقى مستديره كده وبتاع، وباخد وبقصها بقصها تلتين وتلت واشيل التلت، بتبقى فيها لحم كتير. فتقدروا بعد ما تسلقوها شويه سلوق كده، تعملوا سكوبينج بعد ما تسلقوها، تعملوا سكوب كده لشويه لحم صغيرين كده من النص، وتحشوها بقى في الفراخ. فتاخد فراخ اولا اكتر، ثانيا ما تبقاش فراخ نطره فوق عامله زي الجبل كده، وهتقعد عليها دي كويس. لكن ان السوق ما فيهوش غير الكلام ده دلوقتي، فهنتحايل وهنعمل كده بقشرها بحدوتتها بقصتها، وهشيل دي، هنقولها متشكرين، وهقطع كده لايك سنتي. اوكي، سنتي سنتي. وتعالوا نشوف مع بعض. لو انا حطيت الثلاثه دول جنب بعض كده، خلوا بالكم مني بقى كده وبصوا وشوفوا. لو حطيت الثلاثه دول جنب بعض، خلوا بالكم انها كلها سنتيات، فحطيت عليهم الفراخ مش هتقولي لا، مش هتزعل، يعني هتشتغل، هتاخد شويه فراخ، هي مش هتاخد فراخ كتير قوي، لكن هتاخد شويه فراخ. طيب، وبعدين اكمل بقيه شغلي برضو على السنتيات كده. اوكي، واعمل مثلا اتنين. يعني ايه؟ يعني ايه اتنين؟ مش بطاطسين يعني، يعني اعمل وحدتين يعني. تعالوا نشوف كده، ممكن شغال، ممكن اخد دي مثلا كده عشان اخد ايه حاجه كبيره منها شويه، هشيل برضو ده، وايه خليني اخد في الكبير شويه واشوف. لان انا يهمني قوي ان انا الفراخ تبقى في كميه لا باس بها من الفراخ. وتخلوا بالكم مش لازم يكون في فراغ عشان الفراخ ما تسقطش منكم. اوكي، طيب خلاص عملنا كده. ده هنستعله له بعدين في شويه سلطه كده لطيف. اوكي، طيب عملنا ده، هنعمل ايه بقى؟ السلطه دي اما تقدموها سخنه جنبه، سخنه يعني تخش معاه الفرن، او في نص السوا بتاع ده لما يبتدي التفاح يحمر كده وبتاع، ها تقوم مطلعينه وحاطين معاه بقيه السلطه اللي هنعملها، وندخلها فرن تاني، ولما تطلع تاخد دريسنج بتاعها، لما تطلع تاخد دريسنج بتاعها. اوكي، فهتبقى متقدمه معاه سلطه سخنه يعني. اوكي، او هيبقى السلطه بارده بعد ما يطلع خالص يتغرف وتحطه معاه السلطه البارده. هنعمل كده الاول. اوكي، هنعمل كده عشان نشيل الايه البذر بتاع الحدوته دي. تمام، اوكي، بس بقى احنا كده طبعا ايه مفيش مشكله، هنشيل ده. اوكي،
عشان ما فيهاش لا بذر ولا بتاع كلام من ده، بتبقى مظبوطه زي الفل. وبعدين ابتدي اقطعها. خلاص خلينا من ده دلوقتي، هناخد الفراخ. هقطع الفراخ كده اهو، مثلا شوفوا بقى الفراخ ايه ماشيه كده، اللي شايفين انت ده، هقطع انا كده كده اهو روزيه كده، شكلها من جوه لطيف قوي. بس انا برضو ايه هقوم راحه فين راحه فين. اوكي كده اهو مثلا. اوكي هاخد ده. طبعا جمال الريسبي دي ان انتم ممكن تعملوها ايه بحته فراخ مسلوقه عندكم بايته، ها تمام الحاجات دي. يعني هنعمل كده، انا عايزها شريدد، يعني ايه عايزها متقطعه خالص كده، علشان يبقى اكلها سهل وتبقى على طول بتاكلوها بالشوكه كده على طول على طول، مش محتاجين تقطعوها عشان ما تبهدلوش الطبق، تلاقوا البطاطس راحت في حته ودي راحت في حته لو اتكيتوا عليها. اوكي فبنعمل كده علشان تبقى سهله في الاكل قوي. وبعدين اجي تاني اعمل كده. طبعا هي مسلوقه بس برضو هاخدها اتبلها بقى بشويه ثوم وملح وفلفل. اوكي ممكن فيكم ايه بقى لو انتم مثلا ايه عايزين تضربوها ضربه صغيره قوي في الكبه، ممكن تعملوا كده لو مش عايزين تعملوا الايه الشغلانه اللي انا بعملها دي، مش عايزين تعملوا الشغلانه دي ممكن تضربوها في الكبه ضربه. بس طبعا هي لما بتضرب في الكبه بتنعم قوي، انما كده بتبقى يعني شكلها احلى. سوري بس كده. يلا شكرا. اوكي هناخد بقى الكلام ده ونجيب بوله احط فيها الفراخ، شيل ده. اوكي هنحط الفراخ في البوله. اوكي هكذا، ونحط معاها شويه ثوم على ده مثلا، كفايه كده مش طعمها ثوم قوي، شويه زيت. وملح وفلفل، وادي شويه ملح. وشويه فلفل. اوكي بسيطة قوي الحكاية دي. وهنبتدي نقلب الكلام ده كله مع بعضه. خلاص انا كده ايه الفراخ بتاعتي جاهزه. اوكي تعالوا بقى نجهز التفاحه، مش دي نقص كده تانية. اوكي نجهز تفاحتنا. بصوا بقى هنعمل كده، ودي مثل غالب مش هستعملها، هناخد دي كده. اوكي ودي كده. اوكي طيب هنحط بقى الرز بقى في الطبق على طول بتاعنا، عشان هرص في الطبق اهو حته زيت صغيره وبالفرشه كده نظبطها.
جميل. وده الطبق اللي هغرف فيه، ده اللي هيخش الفرن وده اللي هغرف فيه، وهبتدي احط بقى. نعمل كده مثلا، وهنعمل بس ايه، خلوا بالكم انها هتبقى يعني كل واحده وكانها منفصله كده اهو وكده اهو. مثلا نعمل دي كده ونعمل دي كده، اوكي تمام. وابتدي بقى اكل الفراخ واحطها ايه هنا. لا بايدنا بقى عشان دي ايه عايزه تتظبط، بايدنا عشان عايزه تتظبط. مش لازم تغطوا البطاطس كلها الحقيقه، بالعكس انا مش عايزه تتغطى خالص تماما يعني، علشان تحرمش كده من الجناب فيبقى شكلها لطيف ومديه لون حلو كده، اوكي. بس ضموها على بعضها تمام. واحط التفاحيه ولها، وبعدين التفاحيه احط جواها كده اهو، اوكي. في فايده للمواضيع دي الا وهي، فين الفرشه، الا وهي ان التفاح كده بيحافظ على ان الفراخ ما تتقرمش قوي وما تتحرمش، لانه البخار اللي طالع من البطاطس فيها ميه، بخار هيطلع، اوكي. لما يطلع البخار ده هيسوي الفراخ اكتر، وتشيز ده المطلوب، وفي نفس الوقت مش هيطلع فوق خالص، مش هيتبخر، مش هيسيب الدنيا، فبالتالي هيبقى فيه شويه حمايه للفراخ انها ما تتحرمش، لان لو اتحرمشت في الاكل هتبقى رزله وهتضايقنا. خلاص احنا كده خلصنا، هنعمل كده اهو برضو، واقوم مدخلها الفرن ونطلع فاصل كمان كده اهو. بس اول بقى ما الكلام ده يحمر امشي، اول ما الكلام ده يحمر امشي اطلعها يعني، اوكي بس كده. كلام جميل. طيب هنطلع فاصل ونرجع تاني، تكون استوت وتحرمشت وبقت شكلها لطيف، هم طلعها حط معاها شويه السلطه اللي هنعملهم بعد الفاصل ونشوف هناكلها ازاي. ابقوا معانا. اهلا بيكم بعد الفاصل. تعالوا بقى نعمل شويه سلطه، عشان هي تقريبا دلوقتي هتبتدي تخش على مراحل التسويه اللطيفه. بدات هي ايه التفاح يطلع شويه ميه، ها يعني، وده معناه انه بدا يخش مراحل التسويه وبدا ياخد لون حوالين البتاع. فهنعمل له ايه بقى؟ نعمل السلطه هندخلها معاه، عشان التفاح اللي احطه في السلطه والكلام ده كله ما يستويش، يبقى مقرمش برضه ولطيف وما ياخدش السوا بتاعه. هنعمل ايه بقى؟ بقشرها كده زي ما هي يا حبايب، وهم عامل كده اربعه، والاربعه على ثمانيه، والثمانيه على هم ثمانيه، كفايه، اوكي؟ ادي ثمانيه، اوكي؟ طبعا هعملهم كلهم بعدين ايه؟ زي ما تاخد مني تاخد. زي ما تاخد بلاش دي دلوقتي. هنعمل كده. اوكي. يلا. يلا. اوعى ايدك. يبقى هشيل دي. ودي على اثنين. وناخد الكلام ده. النسبة كده معقولة جدا. هنحط لها بقى شوية فراخ معاها، شوية صغيرين، اوكي؟ شوية زيت، شوية ملح وفلفل كده اهو، اوكي اوكي وشوية ليمون وشوية سكر. ولما تخرج
احط لها ريحان. نقلب الكلام ده مع بعضه. طيب تعالوا بقى نعمل كده. ناخد الكلام ده كده اهو. هنطلعه كده شوية. كده اهو. وابتدي احط عليه جنبه هذا الكلام. هذا الكلام. بتحطوش عليه مرة واحدة. ها? عشان دي سخنة. فمش عايزينها ايه? تقوم مترقعة. خلوا بالكم. الحاجات دي مهمة جدا. عشان دي فيها سائل مش عايزينها تفرقع. اوكي. اوكي. كده اهو. كده. وندخلها الفرن تاني. هكذا. يعني يا دوبك بس تسخن وهقدمها على طول. تطلع بقى يتحط عليها الريحان. يعني بنتكلم ايه؟ دقيقتين مثلا. دقيقتين نطلعها نحط عليها الريحان ونقدمها. مش عايزين السكر بقى والكلام ده كله خلاص وده خلاص برضو. اوكي. اوكي. يبقى احنا هنعمل بعد كده فراخ جميلة جدا وهنعملها بصوص بينك صوص او الصوص الوردي الزهري معمول بالكريمة ومعمول بالطماطم. بس الفكرة بقى هنا اني هعمل الصوص ده مش بالطماطم العادية اللي احنا فاهمينها اللي احنا متعرفين عليها. لا هعملها بالطماطم المجففة. طبعا ده بيديني ميزة وحاجة لطيفة قوي. اولا كم المية اللي فيها مش موجودة لانها مجففة. اوكي. مجففه ازاي يا جماعه دي؟ دي مجففه في 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 الشمس. يعني بتتحط في الشمس وبتحط لها زيت وبتاع مش عارف ايه. بتتحط في الشمس طبعا في جو لا يسمح بالاتربه ولا بالميكروبات ولا بالكلام ده. لها بروسس معين يعني. اوكي. انما بيسموها سان درايد يعني مجففه باشعه الشمس. طيب بتديني مزازه اكتر. اوكي. بيبقى فيها طبعا اشراق. خلي بالكم ديني مزازه اكتر ولونها حلو قوي لطيف وما فيهاش كميه الميه فبتخليش الكريمه تسيل مني. ما بتخليش الكريمه خفيفه. تفضل الكريمه حلوه ولطيفه وجميله جدا. طيب هنعمل ايه بقى؟ هنسخن شويه ايه تصايه كده لطيفه ونبص ورايا. ابص ورايا شو الدنيا عملت ايه. الله لطيفه. خلاص طلعوها بقى كده عشان ايه الطماطم الشاري اللي فوق بدات تحمر كده وتبقى لطيفه قوي. يبقى كله ايه جميل جميل. خلاص هنطلع دي كده. اوكي. شايفين هكذا هكذا. انا هسيبها هنا تستريح شويه علشان اخاف احطها على سطح بارد تعمل مشكله وتفرقع وكده. اوكي. ولما تهدى شويه خلوا بالكم هبتدي اخد ده الريحان. لان الريحان فيه مشكله. ايه مشكله الريحان؟ الريحان لما بياخد هقول لكم ايه مشكله الريحان عشان اعرفكم مشكله الريحان. ادي ايه ورقه ريحان. اوكي. هحطها هنا كده مثلا يعني على سطح ساخن. شوفوا بقى ايه اللي هيحصل. لما تستنى عليها شوية هتلاقوا الريحانة دي سودت. الورقة دي سودت. فشكلها مش حلو. شكلها مش حلو. فأنا هاخد الريحان ده كده اهو. وافريه شوية. مش مفري قوي 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 يعني. افريه شوية كده. اوكي. كفايه كده. واضحك عليكم وعلى السخونه. بصوا بقى
الكاميرا هتجيب لنا الحته دي ان شاء الله كده. هنبص هنا، شايفين المكان ده الملاصق لل الملاصق للسخونه حصل فيه ايه؟ سود. اوكي، شكله مش احلى حاجه، فهنشيلها طبعا. بس بوريكم بس شكلها هيبقى عامل ازاي. سود تاني. اوكي، المكان ده اللي هو ملاصق للحراره مباشره سود، مش احلى حاجه، هنشيله. هحط لها بقى سنونه زيت صغيره قوي 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 قوي، بتعكها بايدي كده شويه. اوكي، وبعدين ارشها على السلطه بس كده. اوكي، نغسل ايدينا. نشف ايدينا. اوكي، ونقدم ده بقى كده. ده يتقدم كده ويتاكل في الطاجن بتاعه كده. اوكي، هدي شويه نقدر نقدمه دلوقتي. طيب، هنعمل ايه بقى؟ هنعمل الفراخ دي، هناخدها كده الاول. طيب، معايا كريمه لباني خفيفة، مش كريمة خفق ومش دبل كريم، يعني مش دبل كريم ومش ساور كريم، يعني اللي ما هياش كريمة حامضة، ما هياش قشطة، ما هياش كريمة خفق، سنجل كريم، كريمة لباني عادية جدا. ليه؟ كريمة طهي بتلاقوها مكتوب عليها كريمة طهي، لأن هي الـ 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 الحموضة بتاعت الدراي توماتو او توميتو، يو سي توميتو اي سي توماتو، سي بوتيتو اي سي بوتاتو. المهم الـ 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 الحموضه بتاعت الطماطم المجففه عاليه عن حموضه الطماطم العاديه. هنا بقى هتبل بشويه زيت صغننين، شويه زيت، خلينا نحط الزيت هنا زي ما تعودنا كده، الخشب يحب الزيت. اوكي، ادي الزيت والملح والفلفل، ونطلع نجيب دوره ونغسل ايدينا بعد التعامل مع الفراخ النيه. نغسل ايدينا. اوكي، نحط شويه ملح وفلفل بقى لطاف. ونتبل الكلام ده. اوكي، سيبها شويه بالتتبيله بتاعتها كده. اوكي، ونغسل ايدينا ونطلع فاصل. لا، نطلع مع بعض فاصل ونرجع تاني نكمل شغلها، وتشوفوا سهله جدا وبسيطه وطعمها حلو قوي ولطيفه، ومن الحاجات السريعه اللي ممكن تعملوها مثلا في رمضان، سريع سريع عندكم ضيوف على العشاء وسريع تقوموا عاملين ده بسرعه بسرعه. كل اللي محتاجينه ان انتوا تبقوا الفراخ قابله انها تتقطع، يعني ما هياش في الفريزر، قابله انها تتقطع. اوكي، الا بقى عندكم، يعني انتوا عندكم سكاكين تقدروا تقطعوا بيها الفراخ وهي حتى فروزن، ما فيش مشكله ما دام مغسوله وكويسه محطوطه في الثلاجه او محطوطه في فريزر وهي اوريدي زي الفل، يبقى ما فيش مشكله اشتغل بيها على طول. نطلع فاصل ونرجع تاني نكمل شغل الفراخ اللطيفة دي ونقدمها مع ايه بعد الفاصل. ابقوا معنا. اهلا بيكم بعد الفاصل وقد عدنا. اتكلمنا عن الفراخ اللي هنعملها، صدور الفراخ تبناها زي ما انتم شفتوا بملح وفلفل وشويه زيت وسبناها. هنعمل ايه بقى؟ الطاسه بتاعتنا نتاكد انها بقت لطيفه كده شويه، لازم تبقى حاميه حبتين. ليه؟ اتكلمنا في الكلام ده كتير وبنقوله تاني ونعيده، عشان اول ما احط الفراخ يعمل لها سيرنج، يعمل لها تشويحه، تبتدي المسام بتاعتها تتقفل. اوكي، وبعدين اقلبها، مش قضيه، هي قلبه واحده بس، خلي بالكم. بما انها قلبه واحده يبقى انا احطها على الجانب الخارجي الاول،
وبعدين لما تتشوح كده وتاخد اللون اللطيف بتاعها احطها على الجانب، اقلبها على الجانب التاني، وبعدين احط لها الكريمه. اوكي، انا عايز بس الطاسه بتاعتي تبقى سخنه كفايه. هعرفها ازاي انها سخنه كفايه؟ اني هحط ايدي عليها كده بارتفاع 5 سنتي وعد، لو عديت لغايه 3 وما احتملتش الحراره يبقى دي سخنه قوي، لو عديت لغايه 5 يبقى السخونيه المطلوبه اللي هي سخنه بس مش قوي قوي، لو عديت لغايه 8 يبقى سخونه متوسطه، لو فضلت حاطط ايدي كده وبتكلم معاكم ولا انا حاسس بحاجه يبقى بارده لسه. اوكي، على بعد 5 سنتي. الكلام ده موستلي ينطبق على الباربيكيو، لان الباربيكيو اساسا بيبقى الشبكه بتاعتك بعيده عن النار، سواء على الصهد مش على اللهب. طيب هنا بقى، هنا لو هي درجه حرارتها 60 وحطيت ايدك هتتلسع عليها هي مباشره، فبرضه هتبقى من فوق. حد يقول لي لا ده في الباربيكيو بس، هقول له لا، لان لو انت حطيت ايدك على مباشره على الحديد ما انت حت نعم مش سوبرمان يعني. بدانا. طيب قبل ما نعمل كده هنعمل ايه بقى؟ هناخد هذا الكلام الجميل بالتونج ونحطها هكذا على الناحيه دي. اوكي، هسمع تش ولا مش هسمع؟ هنشوف. سمعت تشاشة؟ فاين فاين. اوكي، وتبتدي بقى هي ايه تنكمش وتكش. وطبعا هتلاحظوا ان احنا شايلين الفيليتو الحته اللي هنا في النهايه. لما يكون عندك مثلا عامل 3 4 من دول مثلا يعني وشايل الفيليتو بتاعهم كويس، هتعمل ايه؟ هتاخد الفيليتو ده وتعمله في الطبق ده، مش محتاج بقى صدر جديد. هي دي مثلا كل واحده فيها تاخد لها فيليتو هاي، يعني خلي بالك ان كل وحده بطاطس من دي عليها فيليتو فراخ تقريبا متقطع رفيع قوي كويس. فلما يكون عندك كده وشايل الفيليتوهات بتاعتها سويها وخد الفلايت بتاعتها واعملها الطبق ده، ما تحتاجش صدر جديد. anyway طيب قبل ما دي تقول لي انا بدات وعامل شغل حلو كده، هنطلع ده كده نحط بميتها بحوادتها ها كده اهو، وشويه فلفل، شويه ملح نونه لان هي فيها حموضه بس ها، وملوحه طبعا عشان هحط كريمه والكريمه مش حامضه، فشويه ملح عادل الدنيا بس عشان يبقى ايه المذاق بتاعي مظبوط. اوكي، وبعدين احط الكريمه. شوفوا بقى الكريمه دي بقى، لو الكريمه دي ساور كريم او كريمه حامضه الموضوع هيخش في حته تانية لانه هتبقى حموضتها زياده قوي، ولو الكريمه دي بتاعت خفق مش طهي لما تضربوها الضربتين دول اللي هنضربهم دول هتتحول الى كريم شانتيه، طبعا مش شانتيه ولا حاجه، كريمه يعني، وبعدين تتحول الى زبده. ريحه الكلام ده طلعت وحلو قوي. هايل. اوكي، ده كلام جميل. ما تصفوهاش، وممكن الضربه دي ما تبقاش قويه قوي يعني، ممكن تضربوها ضربتين ثلاثه بحيث انها تبقى برضو ستيل ايه ستيل الطماطم ما تهرتش قوي. حلو قوي الكلام ده. خلاص هقلب بقى كده باللون الجميل ده، حلو قوي، وهبتدي اوطي النار. طب هات هنا كده ونوطي النار. اوكي، وطبعا الطاسه عرق تخين فايه فمحمله حراره شايله حراره. اوكي، هحطي دي بقى عشان مش محتاج لها دلوقتي، هحطيها شويه هسيبها بقى كده ايه دقيقتين ثلاثه، دقيقتين ثلاثه مش اكتر، وهعمل شويه طماطم كده للسلطه عشان اقدم معايا ايه سلطه كده يعني جنبي كده لطيف، اللي يعني اثنين ثلاثه كده. بس ما تزودوش قوي. اوكي، مع شويه الريحان اللطاف دول، وبرده ما تزودوش قوي بس قال يعني. خلاص بصوا هعمل كده عشان تشوفوا ال دي ما استوتش لسه، يا ريت يعني. طب خلونا ورا شويه كده عشان الكاميرا يمكن تجيبها.
هنا استوى تحت بدا يستوي، النص ده ما استواش، انا عايز النص ده من هنا. لو حطيت الميزان ميزان حراره اللحوم يديني 65 70 في النص ده، فطبعا بما انها لسه حمراء يبقى لسه بدري عليها. طب ليه هتاخد وقت شويه في السوى دي لو هي كده؟ لان مفيش حواليها وسط ساخن تستوي فيه، فهي بتاخد الحراره عن طريق بيسموها ايه؟ انتقال الحراره بالملامسه. انتقال الحراره بالملامسه. طبعا كل الاكل بيستوى كده انليس تعامله في 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 في, في المايكرويف. مايكرويف قصه ثانيه. فلما اكون بالملامسه يعني السطح الملامس بيسخن، سطح الفراخ الملامس لسطح الطاسه بيسخن استوي، والحراره تطلع منه للي فوقيه الطبقه اللي فوقيه وهكذا لغايه ما توصل الحراره اللي جوه الفراخ 65 70 تبقى سواها مظبوط قوي. طب انا عشان اسرع البروسيس ده اخلي الوسط الساخن حواليها كله، فهنحط بقى الكلام ده. واحتمال مش احتمال، هي باين عليها كده، باين عليها هتحتاج شويه ميه. هتحتاج شويه ميه. اوكي، اللي هي هتفقدهم في التسويه. تعالوا نجيب الشويه دول. اوكي. طيب هنحسبها زي ما هي كده، مش هقلب زي ما قلنا. هاخد بس شويه كده نقلب دول كده اهو، وناخد هنا شويه كده نحط على الوش عشان وانتوا بتصبوها. طبعا كانت لسه الكريمه بيضه، فمش عايز ده يبقى على الوش، انا عايزها تبقى كده ويبقى واخده معاها ايه جبنه لطيفه على الوش. كويس. احنا بقى هنا قدامنا حل من اتنين، وانا هقول لكم الفرق ايه. يا اما اسيبها كده واغطيها واوطي عليها النار تستوي على مهلها، يا اما ناخد القصه الحدوته دي ما دام عاملها في حاجه بايد تتحمل الفرن، اخد الحدوته دي كلها زي ما هي كده وادخلها الفرن. هتخش الفرن على درجه 180 وتقعد لها حاجه بتاعه تلت ساعه. يبقى ممكن اعمل كده. لو هعمل كده، وانا افضل اعمل كده برضو لسببين. السبب الاول حراره هتبقى متوزعه حلو قوي، ثانيا لو غطيتها هيبقى فيها كم عالي من الصوص لانه البخار طبعا هينزل تاني لما حطيتها في الفرن، ده مش هيحصل. السبب التاني، السبب بقى اللي هو الجميل قوي، ان هتاخد وش جميل والطماطم دي تبتدي تحرمش كده وتديني لون لطيف، يبقى شكلها ولونها احلى. خليني اعمل كده بس عشان اعمل كده واطمئن انها مش هتتحرمش قبل ما تستوي، هنزل الصاج بتاعي لتحت شويه. اوكي، واحطها واطلع فاصل. اعمل كده اهو. اوكي، وخليها كده مثلا على واحده بس مش اتنين. اوكي، ها، ونطلع فاصل ونرجع تاني نقدمها بقى ونعمل معاها شويه بطاطس بيوريه، وعشان الصوص يبقى حلو مع بطاطس بيوريه والكلام ده. واقول لكم ابقوا معنا، تابع بعد الفاصل، ابقوا معنا. اهلا بيكم بعد الفاصل. يلا بقى ايه، احنا غرفنا اللي عملناه الاول ده والله طلع في الغرف برضو لطيف جدا وربنا سترها معايا.
طيب تعالوا بقى نطلع الحاجة في الفرن ونغرفها. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هو ده هو ده. طيب اوكي ناخد مثلا كده وناخد اوكي يلا نغرفك يا جميل. طبعا في الفرن. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي طبعا بقيه الصوص ممكن انتوا تقدموه معاه ابار، ممكن تصفوه برضو لان هو خلاص خد اللي احنا عايزينه منه البارتكلز او الجزيئات بتاعه الطماطم اوريدي موجوده اوريدي على الفراخ واخد لون لطيف. اوكي فممكن الباقي اذا عايزين تقدموه زي ما هو معاها ممكن، عايزين تقدموه كده من غيره برضو جائز جدا، وممكن عايزين تصفوه وتقدموه معاها برضو ممكن. اوكي ما فيش مشكلة. طيب تعالوا بقى نعمل بطاطس بيوريه وهقدمها مع شوية صوص من ده. طيب هناخد بقى شغلنا نشيل بقى دي، مش محتاجين دي في البطاطس بيوريه. هحتاج ايه امال في البطاطس بيوريه؟ هحتاج ده جميل، هحتاج بولة، هناخد بقى السكينة بتاعتنا وناخد البطاطس ونحطها هنا كده كده اهو مسلوقة طبعا. ها وطبعا يفضل انها تبقى سخنة دافية، يعني يفضل باردة مش هتقول لا يعني، بس في السخونية تساعدكوا اكتر تبقى ألطف في الشغل. ممكن استعمل واحدة بس كفاية. اوكي اوكي هنبتدي نضرب، احط لها شوية كريمة وحتة زبدة واحدة هكذا. طبعا لما بتكون دافية او سخنة بفضل ده علشان الزبدة ما تضايقنيش تسيح على طول معاها وتبقى لطيفة. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah.
يلا ناخد بقى الكلام ده ونجيب طبق لطيف مثلا مثلا اوكي، واخد شويه فريزيل لطاف كده، نطلع الكلام ده وناخد ايه شويه كده من جوه. وشوية طماطم ثلاثة كده بس، ايه تديني لون الأحمر لطيف. اوكي اوكي، وبعدين نحط البطاطس ناخد شوكة نعمل كده. ناخد شوية من هنا. نقدم البيوري ده مع السلطه بتاعته هنا اهو كده. طبعا لو انتوا حاطين صدر واحد في الطبق ممكن تخلوا بقى البيوري معاه وشويه الخس على جنب. اوكي طيب كده احنا قدمنا البطاطس بيوري ومعاها الفريزيه اللطيف ده، الخس الحلو الجميل ده، فالالوان بقت حلوه ومتناسقه وشكلها حلو قوي في الطبق. اوكي وعملنا الفراخ بتاعتنا سهله جدا وسريعه جدا، وعملنا البطاطس. لما تشيلوا بقى ال كده اهو هتحسوا انه زي الفل. اوكي بس اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من برنامجكم طبخه ونص، ابقوا معنا.